لو أخدنا نقطة تانية وهي تعنيف الأطفال، نعم. يعني بصراحة أنا بشوف حوادث كتيرة قوي بتحصل قدامي. مرة مثلا شفت أب بيعنف بنته بيضربها وهي عندها حوالي 4 سنين قدام الناس. طب اقول لك حاجه، ودي معلومه بقى الناس بقى تفهمها كده يا جماعه. اصلا ضرب الاطفال ليس من الشرع. كويس قوي، النقطة دي مهمة لأن يعني في ضرب آباء كتير الاطفال، بيضربوا ضرب أولادهم. الاطفال ليس من الشرع. وبعدين هقول لحضرتك، انا الضرب لا يكون الا يعني مثلا تخيلي اللي هو ايه، لا مش اللي هو بس مش مش كده بتكلم، مش لا كده بس. الضرب نفسه لا يكون الا في حد من حدود الله. الطفل ده عمل ايه؟ ولا حاجه. الطفل ده ما عملش حاجه، بس في ضرب التاديب، بس ضرب التاديب مش ضرب الكسر. وضرب التاديب اللي هو ايه، اللي هو انا زعلان منك. زي بس ايه ضرب التدريب يعني؟ ممكن التاديب اقربه اللي هو ازاي؟ بص حبيبي، انا زعلان منك كده، فدي ممكن تاثر في بلفت الطفل، انتباه، حاجه بلفت معينه. انتباهه خلاص. فدي طب بشرط ايه؟ حتى الشرع يقول ما يزيدش عن 3 ضربات. يعني ها كده عيب، ما ينفعش خلاص عيب بس كده. كده، لكن ما ضربوش، عنفه. ما انا بقول لك التعنيف ده ليس من الشرع. الضرب اللي هو يقتل ده ويكسر عظم ده ليس من الشرع ابدا على الاطلاق خالص. ده بيعمل مشاكل نفسيه، ده داخل المشاكل النفسيه. انت ممكن تموت ابنك وانت مش واخد بالك اصلا. في حوادث بتحصلت كده، صحيح ان هو صحيح. بيبقى بيضرب طفل غير بقى الاثار نفسه النفسيه يروح. المدمره اللي هي بتيجي على نفسيه الطفل، فبيطلع الطفل اصلا معقد نفسيا. خدت بال حضرتك؟ طب ضرب التاديب ده اللي هو انا ممكن كده بشويش يعني مثلا قدام الناس ولا بيني وبينه؟ ما هقول لحضرتك دي بتختلف اصلا. يعني انا مثلا لما اكون انا، ودي بالاصل من الاساس من التربيه، يعني انا لما اكون قاعد في بيتي وابني عمل حاجة غلط، فأنا بقوله مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وممكن أحرمه من لعبة مثلا معينة، ممكن بالظبط الحاجات اللي عنده بيحبها. الحاجات اللي بيحبها، بياخد مثلا مصروف جيبه فأنا ما بديلوش إلى آخره. طيب خلاص بقى، أنا فاض بقى، أنا لازم أدبه، فأعمل إيه؟ بص بقى، أنا زعلان منك. دي في حد ذاتها، بس اللي أنا إيه، أنا وشي أنا متجهم كده ومكشف وشه، فهو خلاص هو بيحس إن أنا بابا زعلان مني، ماما زعلانة مني، فأنا مش هعمل خلاص. لكن في ناس بقى بتيجي بتضرب كأنها بتضرب واحد ايه، واحد مثلا صاحبه، حد عدو، فبيضرب، فممكن يموت الطفل ده. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما هو حبيبه يعني الخلق الى الاطفال. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل مثلا يكون هو واقف على المنبر، على المنبر وبيخطب الجمعة، ويجي سيدنا الحسن او الحسين، ينزل النبي من على المنبر ويشيله على كتفه ويقول ايه، صدق الله، انما اموالكم واولادكم فتنة. يقول الكلام ده النبي عليه الصلاه والسلام. يجي مثلا النبي ساجد، فتيجي امامه بنت ستنا زينب يعني بتطلع على ظهر سيدنا النبي وهو ساجد، فالنبي يتاخر في السجود ما يقومش. ليه؟ عشان ما يقلقش الطفله اللي على ظهره دي. فيقولوا له يا رسول الله، يقول ايه، كانت على ظهر امامه بنت زينب رضي الله عنها. ولذلك احد العلماء كان وقعت منه العمامه، العمامه هو بيصلي فوقعت منه كده، فشالها وايه وحطها على راسه. فواحد بيقول له ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، عمامة تقع وتشولها على راس. قال له يا سيدي والله لحمل العمامة أهون من حمل أمامة. ده النبي كان بيشيل أمامة ويحطها ويشيلها وهو بيصلي. ولا حاجة بالنسبة إيه العمامة المواعي